يكفي أن السيد رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء أمر بتخصيص السكنات الإضافية، والسيد المدير أشار إلى جزء من ذلك، وكنت مع السيد الوالي إلى أنه هناك هذا السكن الريفي ومخصصات اللي داروها تاع قطاع الأراضي للسادة اللي حابين ياخذ قطعة أرض يبني، ولكن أيضا سيكون هناك مخصصات من الأبنية الموجودة، من السكنات الموجودة تكون سكنات وظيفية للأئمة. وقد تمت الموافقة على السيد رئيس الجمهورية لمن أمس، يعني عفوا نهاية الأسبوع جاتني موافقة من السيد رئيس الجمهورية على التكفل بأكثر من 1000 كبداية، من وزارة الداخلية، وزارة السكن، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف هي المستفيدة. القطاع ماشي لقدام، ونظن السيد الوالي سيكون له أيضا إن شاء الله لقاء معكم بعد ما يتفق مع السيد المدير، الملفات مدروسة، وحنا لحقنا للقيادة البلاد أكثر من 4900 تقريبا إمام وسكن يحتاجه، والعملية تدرس وراح تتواصل، لكن كبداية الأولى أزيد من يعني قريبا من 2000 ستكون إن شاء الله محل استفادة على مستوى وطني.